هي أصعب حادثة في القرن الحديث وأقوى حرب تم خوضها بين قوة نووية وبطش أمريكية. ضحايا تساقطت وأسلحة فتاكة ظهرت على الساحة واقتصاد عالمي أصبح في انهيار والعالم بدأ في مواجهة الصعوبات. إنها حرب روسيا وأوكرانيا، الحرب التي أوقعت بالآلاف من أفراد الجيشين الروسي والأوكراني. هدفها كان فرض السيطرة وإعلان القوة والنزاع على الحدود، ولكن يا سادة ها هي الحرب شارفت على الانتهاء بعد الانهيارات التي ضربت العالم، وبعد أن تزايدت أعداد الضحايا وأصبح لا حل سوى التصالح بين روسيا وأوكرانيا وإبعاد الناتو وأمريكا عن الدولتين، وها قد بدأ التفاوض. ماذا يحدث يا سادة؟ قبل أن نبدأ لا تنسوا المتابعة والإعجاب وأثبتوا وجودكم في التعليقات بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصيلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في أوكرانيا والتي راح ضحيتها 180 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف من الجانب الأوكراني، إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني وفق تقديرات نشرها رئيس الأركان النرويجي. كما صرح رئيس الأركان النرويجي لوكالة سكاي نيوز الدولية أنه رغم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها روسيا إلا أنها لازالت قادرة على مواصلة هذه الحرب ولفترة طويلة، وذلك لأن موسكو لديها قدرة على التعبئة وإنتاج الأسلحة، فلا حل سوى الصلح بين البلدين لعودة الاستقرار في المنطقة. الجيش الذي لا يقهر. فالجيش الروسي ساد قبل أن ينتهي بحربه مع أوكرانيا كان مستعدا لاستمرار الحرب دون انقطاع، خاصة أنه في الآونة الأخيرة استطاع أن يضم جنودا بأعداد كبيرة، فراتب الجندي في الجيش الروسي يصل إلى 2300 دولار شهريا، وأصبح الجيش يحشد جنودا من دول أخرى مقابل الحصول على الجنسية بعد الخدمة لمدة عام واحد فقط، وإذا أراد الاستمرار يزداد مرتبه. كما إن موسكو لديها تدابير استثنائية للحشد، ففي فترات سابقة قامت بحجز سجناء مطلق سراحهم لإرسالهم إلى الجبهة وانضمامهم للجيش. ورغم أن روسيا خسرت أكثر من 2200 دبابة من أصل 3500 دبابة تملكها، إلا أنها قامت بتصنيع دبابات أخرى بأعداد تفوق هذا العدد، وها هي جاهزة الآن. وعلى الناحية الأخرى توجد أوكرانيا، الدولة التي أصبحت مهمشة ومدمرة وشعبها يواجه أصعب الأمور، إلا أن زلينسكي مستمر في التلاعب بهم ليحصل على الأموال الأمريكية، فهو لا يريد لهذه الحرب الانتهاء ولا التصالح رغم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها شعبه، وها هو يطلب من أمريكا أموالا أخرى رغم الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح ينهار بعد مشاركته في حربه مع الكيان أو مع أوكرانيا سابقا. زلينسكي يطلب أموالا أمريكية لاستمرار الحرب رغم الخسائر التي يتعرض لها. ذكرت العربية نيوز أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي زار واشنطن في الأيام الأخيرة وطلب منها 60 مليار دولار لاستكمال حربه على روسيا، ولكن هنا تفاجأ بالصدمة وهي رفض مطلبه، فقد رفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون طلب الرئيس الأوكراني، وأخبر أن حزبه لن يقر طلب بايدن بتقديم مساعدة إضافية لكييف ب60 مليار دولار، وذلك لوضع أمريكا الاقتصادي المتأزم. وطلبت السلطات الأمريكية من زلينسكي أن يتصالح مع بوتين. أمريكا تدفع كييف للتفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب. لا مجال لحرب جديدة، وسننهي الأزمات المفتعلة لنحفظ ما تبقى من الأرواح. هكذا يا سادة كانت تصريحات أمريكا التي بدأت في إعلان تفاوض أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب. وذكرت وكالة أرتي الروسية أن مستشار الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان صرح بأن الولايات المتحدة فقدت بالكامل الأمل في انتصار أوكرانيا على روسيا، وبدأت تدفع كييف نحو التفاوض مع موسكو. وذكرت مجلة The American Conservative أن الأوكران لم يستطيعوا هزيمة موسكو رغم مرور الشتاء الثاني على النزاع، لذلك فإدارة بايدن فقدت الأمل بانتصار أوكرانيا وصارت تدفعها نحو التفاوض مع روسيا. وبالفعل استجاب الناتو لأمريكا وبدأوا في عقد أول اجتماع للصلح. الناتو وكييف يعقدان اجتماعا للتصالح مع روسيا،
ذكرت وكالة سكاي نيوز الدولية أن حلف الناتو بقيادة الأمين العام بدأ بعقد اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا للتصالح مع روسيا، لكن زيلينسكي وجه انتقادات للسلطات الروسية وتم إلغاء الاجتماع. جنرال أوكراني يكشف أسراراً بين الجيش الأوكراني والروسي. بعد إلغاء الاجتماع الدولي المخصص للتصالح بين روسيا وأوكرانيا بسبب توبيخ زيلينسكي للسلطات الروسية، بدأ حلف الناتو وأمريكا بالانقلاب على زيلينسكي والإطاحة به، خاصة أن زيلينسكي متهم باختلاس أموال من التبرعات التي تعطيها أوروبا وأمريكا لجيشه. ولم يجد زيلينسكي أمامه فرصة سوى المحاولة الأخيرة للقضاء على القوات الروسية في أراضيه. بدأ زيلينسكي في تجهيز قوات أوكرانية في محاولة منه لاستعادة موقفه أمام أمريكا أو الناتو. وكشفت وكالة أرتي الروسية أن الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرغي كيرفينوس أن الجيش الأوكراني يقوم بتسريع التعبئة وتحسين مستوى تدريب العسكريين للمواجهة مع الجيش الروسي ومحاولة الانتصار عليه، ولكن بشكل سري. لكن القوات الروسية كشفت ما يحدث واستطاعت أن تسيطر على مواقع مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابروجيه، وتمركزت في مناطق مهمة، وبعد ذلك قامت بتطهير المنطقة من تواجد قوات كييف. الناتو وأمريكا والقيادات الأوكرانية يخططون للإطاحة بزيلينسكي من منصبه. كشف الناتو يا سادة عن مخطط قام به زيلينسكي لأغراض شخصية. فبعد حرب روسيا وأوكرانيا كان زيلينسكي مدعوما من أمريكا فقط، لكنه أراد المزيد، فأشعل الضغوطات بين روسيا وأوروبا عن طريق تفجيره لخط الغاز حتى يدعموه بأموال ويحاربون معه، وبعد أن أوهمهم بأن بوتين هو من فعل ذلك. ولكن يا سادة، اتضح للجميع أن زيلينسكي هو من فجر خطوط الغاز وأخبر أوروبا بأن بوتين من فعلها، وبعدها اشتعلت الأمور. وذكرت وكالة أرتي الروسية أن هناك تفجيرات تخريبية ضربت خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في يوم 26 من سبتمبر لعام 2022. القيادات الأوكرانية تبدأ في الإطاحة بزيلينسكي وإحياء السلام مع روسيا. ذكرت وكالة أرتي الروسية أن أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق صرح قائلاً أنه بات من الضروري على الشعب الأوكراني التخلص من زيلينسكي وأتباعه والسعي لإحياء السلام مع روسيا. وها هي يا سادة، السلطات الأوكرانية أصبحت منقلبة على زيلينسكي. وأكد المستشار الأوكراني السابق في تصريحات نقلها في فيديوهات عبر اليوتيوب أن المشكلة الأبرز بالنسبة لنا نحن الأوكرانيين تتمثل في شيء واحد، وهو زيلينسكي ووزير دفاعه روستوم عميروف وحاشيته، هم من استولوا على السلطة في أوكرانيا. وهنا يا سادة بدأ المواطنون الأوكران في تأييد تصريحاته وبدأوا في الانقلاب على زيلينسكي. وذكرت وكالة سكاي نيوز الدولية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن أوكرانيا ليست عدواً، وأن الأعداء هم من يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وأشار بوتين إلى أن الغرب ظل يرعى نظام كييف حتى خلق النزاع الحالي وحل مشكلته مع روسيا على حساب الأوكرانيين. هذا كل شيء مشاهدين الأعزاء، شكراً لكم للمتابعة وإلى اللقاء.